إلى جانب دورها الفعال في مواجهة التغير المناخي، تبقى مصر رمانة حفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وضع عززته مواقف مصر تحت مظلة الأمم المتحدة ودورها المحوري في دعم الأشقاء وحل النزاعات. دور تاريخي ومحوري قدمته مصر في منظومة الأمم المتحدة لحفظ السلام، لا سيما التضحيات التي قدمتها عناصر حفظ السلام المصرية في سبيل تسوية النزاعات وصون السلم والأمن الدوليين تحت راية الأمم المتحدة. مصر حافظت على وضعيتها ضمن أكبر الدول المساهمة بقوات، حيث تشارك في اللحظة الراهنة بأكثر من 3000 عنصر يؤدون واجبهم تحت راية الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار وبناء السلام في مناطق النزاعات، وبما في ذلك بعدد من أكثر مناطق النزاعات صعوبة وخطورة. وفي إطار حرص مصر على توفير أعلى مستويات التدريب لحفظة السلام، واصلت مصر دعم الأشقاء الأفارقة من خلال برامج التدريب وبناء القدرات التي تقدمها مراكز التدريب المصرية المعنية بعمليات حفظ السلام، وفي مقدمتها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال. اهتمام كبير أولته أيضا مصر بالمشاركة في كل فعاليات الأمم المتحدة، ولذا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على حضور معظم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام لعرض رؤى ومواقف مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. كذلك تم اختيار مصر لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة ممثلة للقارة الأفريقية للمرة السادسة في تاريخها، ورئاستها للجنة الإرهاب بالمجلس، الأمر الذي كان له عظيم الأثر للدبلوماسية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمحافظة على الدولة الوطنية ومؤسساتها في مناطق الأزمات وتكثيف النشاط في عدد من الدوائر غير التقليدية، مما أسهم في استقلالية المواقف المصرية واكتسابها احتراماً ومصداقية.